مرحبا مشاهدينا، اليوم بكلمكم عن أهمية النوم الكافي في شهر رمضان. النوم المنتظم ولساعات كافية يقوي الجهاز المناعي ويقي من الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، أمراض القلب وسكتات الدماغية. النوم الغير كافي يؤثر على إفراز الكورتيزول وهو هرمون ينظم الشهية، ويؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، فبالتالي يسبب زيادة في الوزن والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويسبب زيادة خطر الإصابة بمشاكل النفسية مثل القلق والاكتئاب. تقبل الله صيامكم.